احنا في هذه الايام شنو تشوفون بالحسينيات؟ مو قلنا ما ان ياتي تاتي هذه المناسبه الا وتتحضر الملائكه لكي تندب الحسين صلوات الله عليه وتبكي عليه، لكن في نفس الوقت شنو يصير؟ شياطين تشتغل. شوف الحسينيات شنو يصير؟ مو كل يوم حاله زعل، فلان زعل، خلص انا بعد ما اخدم، انا بعد ما اسوي، ربما حتى رادود وخطيب يزعل ويخلي ويروح، انا بعد ما اطبخ، اليوم اخر يوم، خلص زعلت، انا بعد ما اجيب اهلي، صارت مشكله في صوب النساء. ليش 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 هذا الكلام؟ شوف هؤلاء بماذا ضحوا. هذه هي النماذج، مدرسه الطف، غير نتاسى بهم على اساس ولد وعلى اساس مره وعلى اساس شجار وعلى اساس فلان ما اكلمه ما اريد اشوفه بالمجلس. هيك مشاكل تصير بيناتنا ونقول يا ليتنا كنا معكم. اذا احنا بيناتنا جاي تصير مشاكل وواحد يزعل وواحد يخلي ويروح، يروح يعيف منه؟ بالله عليكم منو يعيف؟ جاي يترك صاحب المجلس او يترك الخطيب او يترك الافراد؟ يترك الحسين صلوات الله عليه. انت ما خذلت احد الا الحسين عليه السلام، خذلت نفسك، انت اللي خسرت. الحسين صلوات الله عليه يبقى للابد، الذين يندبون الحسين صلوات الله عليه يبقون للابد. ما خسرت الا نفسك وعيالك وابنائك. شويه تحمل، تصير مشاكل منا، انا ما يعجبني، انا اريد كذا، انا اريد اهلي بهذا الشكل يكونون. هذا مجلس الحسين عليه السلام، خلي تصير تضحيه. فلان غلط بحقك، تحمل، قل الحمد لله اللي وفقني لهاي شويه تمحيص، شويه اذيه، ان شاء الله اتاذى اكثر واتحمل. شنو قلنا؟ عبد الله بن عفيف شنو قال؟ يقول يئست من الشهاده فالحمد لله الذي وفقني لها الان بعد ان ذهب بصري. احنا نقول لا، انا اجيت لمجلس الحسين عليه السلام اريد الطبخ مضبوط واريد يستقبلوني، انا الحاج فلان، انا السيد فلان، انا الشيخ فلان، هذا ما باوع لي، هذا ما سلم علي عدل، لا هذا ما يصرف لي، هاي اخر مره اجي، خلاص زعل وراح حضره جنابه. واخذ منه وياه الاهل. الاهل شنو ذنبهم؟ مو وين تروح يوم القيامه من يجيك الحسين عليه السلام يقول لك هذا ابنك ترى كان يحب هذا المجلس، وين وديته؟ قعدته بالبيت مباوع بالتلفزيون. ما شاء الله بالتلفزيون الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول لأبكين عليك بدل الدموع دما، وانت وين تبكي؟ خلف الشاشة بالتلفزيون. ما شاء الله تضحية عظيمة، هنيئا لك. هكذا تربية الحسين عليه السلام، هكذا تربية مدرسة الطف، هكذا نتأسى بالأئمة صلوات الله عليهم. ضحي، قل الحمد لله اللي رزقني هذه شوية البلبلة الفتنة اللي جاي تصير، ان شاء الله باكر واحد يغلط بحقي، واحد يسبني اصلا بالمجلس، اقول هاي المسبه خير كانت، الحمد لله شويه تحملت اذيه في سبيل الحسين عليه السلام. يوم القيامه من اروح اقول له يا سيدي ويا مولاي، انا مو فقط احيت المجالس وجيت ورفعت سواد او اعطيت رده او خطبت او سويت اي شيء، تحملت المسبات وتحملت الاذيه، كل هذا في سبيلك، اتقبل مني هذا القليل، ما نلت الشهاده لكن على الاقل هذا. لكن لا، خلاص كل واحد وشايف نفسه، لا انا اهم واحد، انا وجيه، انا كذا، انا ما حد يتحارش بي، اذا واحد كلمني خلاص اخليه واروح. بعيدونا مع الاسف. الله يقربنا اكثر واكثر، نسال الله التوفيق لنا ولكم جميعا.